عمرك يا حبيبي اجي ليك يا محمد، احكي لي قصتك مع لبنان، بدات ازاي؟ لو انا عندك كام سنه وعايش فين؟ انا عندي 29 سنه. نعم. عايش في الألج. نعم. تمام. الألج دي اليوبيه. اليوبيه. متعلم؟ معايا بكالوريوس دراسات فندقيه. دراسات فندقيه. بدات المخدرات وانا عندي 16 سنه. بداتها مع اصدقاء السوق، حب استطلاع. بدات ان انا اجرب، بداتها بالسيجاره العاديه خالص. بعد السيجاره الدخان. بعد الدخان الحبوب. الدخان دي يعني الشيشه؟ الدخان دي يعني البنجو والحشيش. بنجو وحشيش. ده كان اول بدايتي مع المخدرات، حب استطلاع. كنت عايز اجرب وشايف ان عادي ان انا اجرب، ما فيش مشكله. عايز ابقى حد كده في المجتمع ليه قيمه، ففاكر ان المخدرات هتعمل لي قيمه وهتخليني راجل وهتخليني حد كويس في وسط الناس. تخليني اعرف اتكلم وتخليني اعرف اعمل كل حاجه انا ما بعرفش اعملها. قبل الادمان انا اصلا كنت من الشخصيه المنحسره شويه. على طول مع نفسي في البيت، على طول ما عنديش تواصل مع الاسره، ما بحبش ابقى في وسط الاسره، ما بحبش ابقى في وسط المناسبات العائليه. عايز ده قبل الادمان. ده قبل الادمان خالص. يعني انت منطوي طبعا. فالسلوكيات دي انا عرفتها طبعا بعد ما زاد وعي وثقافتي بطبيعه المرض. عرفت ان انا بعد كده فعلا عندي مشكله في سلوكيات ادمانيه من الاول، وبدات بعد كده بالمخدرات. دخلت في الحشيش والبانجو، كنت فاكر ان انا ما عنديش مشكله. بعد الحشيش والبانجو كنت بضرب الحشيش والبانجو، وفاكر ان انا عمري ما هوصل ولا البرشام ولا الهيروين. وكنت دايما بشوف المدمنين اللي اسوأ مني واقول انا الحمد لله على اللي انا فيه، انا عمري ما هوصل للمرحله دي. بعد كده دخلت في البرشام، وبقى ناس كتير تحذرني وانا ما كنتش بسمع النصيحه لحد، وبرده كنت بتسوء حالتي، وكنت بشوف اللي بياخد الهيروين واقول انا عمري ما هوصل للمرحله دي، لحد ما وصلت للهيروين. وما بدات اتعاطى الهيروين بدات دايره الخسائر بتاعتي تزيد، وبدات ان انا. كان عندك كام سنه بقى لما وصلت للهيروين ده؟ الهيروين كان عندي 24 سنه. وانت اصلا بادئ من قد ايه؟ بادئ من انا عندي 16 سنه. يعني بس من 16 سنه لحد 18 سنه كان متقطع. من 18 سنه انا بدات اخد المخدرات هدف لحياتي. بدات اساسي. اعيش لاتعاطى واتعاطى لاعيش، بس مفيش حاجه تانية بعملها في حياتي غير ان انا بضرب مخدرات. اكتر من كده ما بعملش. حتى بشتغل وبعمل كل جهدي في شغلي علشان اجيب الفلوس اصرفها على المخدرات. نعم. اما دخلت في الماده العاليه بدات حجم الماده العاليه دي اللي هي الهيروين. الهيروين. بدا الحجم الخسائر بتاعي يزيد جدا، سواء قاع نفسي او قاع صحي او قاع مادي او قاع اجتماعي. بدات ان انا اترفض من المجتمع كله، بدات ان انا بقى عندي سلوكيات غريبه جدا، حاجات شمال كتير قوي بعملها. لو والدك شغال يا محمد؟ انا والدي مقدم قوات جويه، متوفي. متوفي، ربنا يرحمه. تمام. ووالدتي توفت. ربنا يرحمه. تمام. فانا والدتي توفت كنت في انتكاسه قبل كده، وكنت يعني الى حد ما فاكر ان انا حياتي ماشيه بالبرشام وبالحشيش وبالبانجو على اساس ان هو ماده رخيصه مش غاليه، وكنت فاكر ان انا هقدر اعيش واستمر في حياتي على كده. بدات ان انا لقيت اول ما والدتي توفت، لقيت ان الدنيا معايا. كان عندك كام سنه وقتها؟ والدتي توفت في 2013. كان عندي ساعتها 25 سنه. اللي هو بعد ما خدت الهيروين. بس كنت ساعتها قلت ان انا اهندل حياتي شويه واستبدل نوع ماده بماده. استبدلت الهيروين بماده واطيه اللي هي البرشام، على اساس ان دي ارخص، على اساس ان انا هعرف اهندل حياتي. طبعا هي فتره معاناه ويأس وهزيمه ساحقه يعني من المخدرات، بحارب وبحاول اقف على رجلي وبحاول اهندل حياتي، ومفيش اي حاجه من دي وصلتني لحاجه، غير في الاخر وصلت لمستوى من القاع فظيع. يعني انا بدات بعد كده اخد فلوس منهم، اسرق فلوس منهم، بدات ان انا اعمل. تسرق فلوس من والدتك؟ من والدي. من والدك الله يرحمه. بدات ان انا اسرق اخواتي، بدات ان انا اعمل مشاكل كتير جدا معاهم في البيت. بدات ان انا يعني حتى جوز اختي ما سلمش مني، يعني ما فيش حد في المجتمع. ما فيش حد في المجتمع اللي قريب مني بقى بعيد عني من حجم الخسائر اللي انا بعمله. بقيت مرفوض، بقيت انا عار بالنسبه لهم، بقوا شايفيني ان انا عار على الاسره وعلى البيت وعلى المجتمع كله. اخواتي البنات بداوا يوصلوا لمرحله ان يعني ربنا يعجل بيومك، واقاويل تانية من الجيران ومن العيله يوصلوا لوالدي، اللي يوصل للمرحله دي خلاص ده اخره، لا هيتسجن لا هيموت، ده ملوش علاج طالما وصل للمرحله دي.
في نفس الوقت كمان انا في الادمان النشط انا ما عنديش فكره ان في تبطيل، انا عارف ان اللي بيخش الدايره دي خلاص ما فيش تبطيل، فانا يائس، انا ما عنديش حل للعلاج، ما كنتش بشوف حد متعافي قدامي، ولو كنت بشوف ما كنتش بقتنع. ما بصدقش. ما بصدقش. لانك انت لو صحيت الصبح ما خدتش شيرين هتموت. دايما عندي انكار للحاله اللي انا فيها. دايما عندي انكار لمشكلتي. كان يقولوا لي يا ابني انت عندك مشكله ولازم تتعالج، وما بحاولش ان انا يعني اخد الرغبه في الامتناع عن التعاطي. حاولت ان انا اتعالج 3 مرات قبل كده وفشلت. كنت كل مره اتعالج فيها اليوم اللي بخرج فيه من المكان بضرب فيه. ما كانش فيه برنامج علاجي، ما كانش فيه عندي اي مبادئ للتعافي. كمان انا حاولت بجميع المقاييس ان انا ابطل، سواء ان انا ابعد عن المنطقه، او سواء ان انا استبدل ماده بماده، او سواء ان انا اشوف شغل تاني، او سواء ان انا اسافر، وده كله فشل معايا. مفيش حاجه من دي نفعت معايا. بس